النهارده هعمل الدوناتس من غير قطاعات، من غير ما افرده، يعني هعمله لكم بطريقه سهله جدا، وازاي تطلعوا شكله مظبوط وكل حاجه فيه مظبوطه، يعني هوريكم ازاي. ناس كتير بتقول لي اصل انا ما عنديش قطاعه الدوناتس، اصل انا ما عنديش القطاعه بتاعت الدايره اللي في النص. النهارده هعملها لكم بطريقه سهله، مش هتحتاجوا قطاعات خالص، مش هنفرد اصلا على الرخامه، هنعمله بطريقه حلوه قوي، وشكله بيطلع اظبط بكتير بكتير، وبيطلع زي اللي جاهز من بره، قوامه متناسق جدا عن اللي احنا بنعمله بالقطاعه. تمام، تعالوا بقى ايه، هنهبط العجينه كده شويه، نشيل الاسترتش كده، ونبدا نهبط العجينه. وزي ما قلت لكم بنهبط العجينه من تحت كده، بصوا اهو ببدا اهبط فيها كده، عشان برضو انا عايزاها يعني تفضل محتفظه، لان انا بسيبها تخمر مره كمان. تمام، اهو هبطت خلاص العجينه، هبدا اخد كوره منها. اسلام اديني الشوكولاته، ببدا كده اخد كوره منها بالشكل ده، هخلي الكرة ناعمة على قد ما اقدر من فوق اهو، عشان هقلع الجلوفز لان الجلوفز مضايقني في العجينة. انتوا في البيت بتبقى بتشتغلوا اصلا من غير جلوفز، بايديكوا نظيفة وزي الفل، والدنيا كله زي تمام. هبدأ ان انا احشي الكرة اللي عندي دي، هفتحها كده بالشكل ده، شايفين اهو، واحط دي شوكولاته قبل للدهن، مجمدينها وهقول لكم تجمدوها ازاي. تحطوها في النص، وهبدا ان انا اقفل بالشكل ده اهو، هقفل كويس قوي واقلبها كده اهو، هتبقى عندي بالشكل ده خلاص. انا ما اشتغلتش باي قطاعات خالص، تمام كده. هجيب صاج فرن، والنقطة دي بقى مهمة جدا، هجيب منديل هحطه عليه عشان اعرف اشيل كل واحدة كده ايه بوحدتها من الصينية، ما تبقاش لما تخمر معرفش اشيلها خلاص. يبقى هحط على كل كورة كده محشية على منديل خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف عملنا الكور بتاعت الشوكولاتة قبل الدهن دي ازاي. معانا مدام منة، ازيك يا منونة؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ زي حضرتك، تسلمي ايديكي على اي حاجه بتعمليها. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. عايزه مكرونه بالبشاميل، بس حاجه خفيفه كده يعني. حاضر حاضر، عايزاها بالفراخ ولا باللحمه المفرومه؟ لا بالفراخ. حاضر حبيبتي، عينيا. شكرا قوي على ذوقك. ماشي يا حبيبتي، شكرا. بصوا عندي شوكولاته قابله للدهن كده بالشكل ده، هجيب معلقه تمام، ومعلقه ثانيه في ايدي الثانيه، وهبدا على طبق افرش عليه كيس مطبخ كده، وهبدا اعمل كده، شايفين اهو، هعمل واحده كمان اهو، هاخد كده على طرف المعلقه وجنبها اهو. ليه بقى بعمل كده؟ عشان دي لما تجمد هتبقى عندي بالشكل ده، شايفين انا محتاجاها تبقى ناشفه خالص، شايفين، وهدخلها الفريزر. هعمل بقى كذا واحدة هنا، بصوا جامدة خالص زي الطوبة، مش هعرف اشتغل بيها غير وهي مجمدة، عشان احشي بيها الكورة، عشان لما اقليها وافتحها الاقي شوكولاتة كده ايه سايحة، ما تبقوش عارفين دخلتوها منين من العجينة. معانا فرح؟ معانا فرح؟ طب حاولي تكلمينا تاني يا فروح. بصوا اهو، طول ما الشوكولاتة مش سايحة مش هتعرفوا تحشوها. واقفل كده عليها بالشكل ده، بتعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها بالمعلقه كده بمنتهى السهوله، وبتدخل الفريزر. بقفل كويس وبقوم مكور. انا الدوناتس المحشيه الشوكولاته دي ما بفتحهاش من النص، بسيبها مقفوله عشان هي خلاص محشيه. اجيب منديل واحط كده عليها بالشكل ده، تمام. طيب تعالوا بقى نعمل واحده اللي هي مخرومه من النص، او فيها فتحه كده من النص.
هبدا اكور الكوره برده بتاعتي بالشكل ده اهو تمام، واجيب منديل. منديل دي بتسهل لي ان انا اشيلها واحطها عليها. خلاص. طيب انا دلوقتي عايزه دول يخمروا، هعمل ايه؟ هجيب كيس من كيس التلاجة وادهنه زيت واقوم مغطياه وسايباه يخمر مره كمان. طب بعد ما يخمر مره كمان هيبقى عندي بالشكل ده. يعني دي خمرت كمان زياده شويه، ممكن تشيلي العجان ده اسلام؟ تمام. دي كده المحشيين، التلاتة دول محشيين وسايباهم يخمروا مره كمان.